النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية في المملكة. سالت أجواء نوعا ما كانت مستقرة اليوم بالمقارنة عما كانت عليه نهار أمس الجمعة، وأيضا كانت الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق. تتأثر المملكة خلال الأيام القادمة عبر خلاطة الضغط الجوي، يمكننا معرفة ذلك بامتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر. هذا المنخفض الجوي هو منخفض جوي موسمي متواجد طوال العام فوق البحر الأحمر، يمتد شمالا. هو ليس منخفض بارد، إنما هو يكون مترافق مع كتل هوائية بالعادة ساخنة ودافئة تندفع باتجاه مناطق بلاد الشام عندما يتمدد إليها. ويتسبب ذات المنخفض ذاته بحدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي في حال تصادف مع وجود كتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا. إلا أن التوقعات خلال الأيام القادمة هو أن يمتد هذا المنخفض الجوي، منخفض البحر الأحمر، باتجاه المنطقة دون أن يتصادف بوجود كتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا، وبالتالي يجلب أجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق مع حدوث ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة بسبب اندفاع كتل هوائية دافئة قادمة من الجزيرة العربية باتجاه المملكة. ولكن بالرغم من ذلك، وبسبب وجود بقايا كتل هوائية باردة فوق طبقات الجو العليا في سماء المملكة نهار يوم الأحد، هناك فرصة ضعيفة لأن تتأثر أجزاء محدودة من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة ما بين ساعات الظهيرة والمساء وفي بعض المناطق. ولكن السمة الأساسية الأجواء خلال ما تبقى من هذه الأيام الأحد والاثنين والثلاثاء هي الأجواء الدافئة الربيعية. كما نلاحظ أن هذا هو امتداد منخفض البحر الأحمر كما تشير له الخرائط يوم الأحد، ويوم الاثنين يستمر مع اندفاع رياح ما بين شرقية إلى جنوبية، شرقية تكون ساخنة ودافئة. هذا ما تشير له خرائط درجات الحرارة. اللون الأحمر هو درجات الحرارة المرتفعة الدافئة، اللون الأصفر هي درجات الحرارة المنخفضة. ابتعدت هذه درجات الحرارة باتجاه أواسط البحر الأبيض المتوسط، وستتدفق المزيد من الرياح الدافئة والساخنة نحو المملكة خلال الأيام القادمة. نعود إلى الطقس هذه الليلة. في العاصمة عمان أجواء ستكون غالبا صافية، درجة حرارة 15 درجة مئوية، أي أن الطقس في أول وفي ساعات الليل الأولى يكون مناسبا للجلوس على الشرفات وفي الخارج، لا يتحول إلى يصبح بارد نسبي أو مال البرد إلا مع ساعات متأخرة من الليل. نهار يوم غدا يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، تصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل. طقس ربيعي دافئ في أغلب المناطق مع ظهور بعض السحب والغيوم المنخفضة سيما في ساعات الظهيرة والعصر، وتكون الفرصة مهيئة كما ذكرنا لبعض الزخات المحلية من الأمطار لفترة محدودة وفي مناطق محدودة في ساعات العصر بمشيئة الله تعالى. نستعرض سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم غدا والصغرى في الليلة التي تلي القادمة. نبدأها طبعا في المناطق الشمالية. في إربد غدا 27 درجة مئوية، تنخفض إلى 14، 23 في عجلون إلى 14، جرش 26 إلى 14، المفرق من 27 إلى 15 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الوسطى، في العاصمة من 24 إلى 16، البحر الميت 33 إلى 21 مع أجواء حارة نسبيا إلى حارة في البحر الميت، مادبة 26 إلى 15، الزرقاء من 28 إلى 16، وفي السلط من 26 إلى 17 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة 22 إلى 14 في الكرك، 23 إلى 15 في الطفيلة، 25 إلى 15 في معان، في جبال الشرام من 20 إلى 13 درجة مئوية، وفي العقبة من 33 إلى 19، والأجواء ذاتها في البحر الميت كذلك هي في العقبة مع أجواء حارة بوجه عام خلال ساعات النهار. المناطق الشرقية من المملكة رويش 29 إلى 18، الصفاوي 28 إلى 16، وفي الأزرق من 30 درجة مئوية العظمى، تنخفض الصغرى إلى
17 درجة مئوية. تفاصيل الطقس خلال الأيام القادمة: السمة الأساسية تبقى المملكة تحت تأثير منخفض البحر الأحمر، وبالتالي يطرأ المزيد من الارتفاع والارتفاعات المتتالية على درجات الحرارة. إذا غدا 24-16، أما الاثنين 26-16، وكما نلاحظ الأجواء تصبح حتى في ساعات الليل أدفأ مما هو عليه الحال خلال الليالي الماضية، والثلاثاء 27-19 درجة مئوية، حتى أن المملكة ستتأثر يوم الأربعاء بمنخفض خماسيني ويحدث المزيد من الارتفاع على درجات حرارة. تفاصيل أوفى ستكون عبر النشرة الأسبوعية. أتمنى لكم دائما أوقات سعيدة وأسبوع موفق أينما كنتم. إلى اللقاء.